استطاع ان يقدم نفسه في الساحه الفنيه ويحصد نجاحا متميزا في مجاله تحدث لبرنامجنا رواق الثقافه عن جانب من مشواره السينمائي قائلا. البدايات كانت من معهد فنون جميله بنهايه التسعينات دخول معهد فنون جميله في مرحله المراهقه حقيقه كانت اكو يعني فتره حصار على العراق فما كان اكو سينما ما كان اكو صناعه سينما فاتجهنا للتصوير الفوتوغرافي خاصة انا دخلت الى محل فنون جميله ووالدي المصور الفوتوغرافي عبد العلم ناحي فكان اكو دافع بانه ان اكون فوتوغرافي واكثر اتجاها للسينما بما انه العلاقه وطيده ما بين الفوتوغراف والسينما كفيلم وكخام وكصوره وكتكوينات بس البدايه الحقيقيه كانت بعد 2003 أه عندما دعاني المخرج أه السينمائي أه الشاب عدي رشيد للمشاركة في في فيلم كارنتينا كمساعد مخرج أول أه وكانت هاي أول تجربة أه أدخل في سيادة السينمائي محترف ومن بعدها أه بلشت حب للسينما بأنه أتجه لكتابة أه الأفلام القصيرة والإخراج الأفلام القصيرة فكان أول فيلم كتصوير وكاخراج وفيلم صور واطروحه التخرج في كليه الفنون الجميله عام 2008 اما النجاح الحقيقي ومن خلاله عرف ملاك عبد علي كمخرج سينمائي كان في فيلم كاسيت عام 2012 اللي حزت به على جائزه افضل مخرج في الخليج العربي في مهرجان الخليج السينمائي في دبي فيلم كرتنا سوالي نقلة كبيرة حقيقة في حياتي، لأنه عدي رشيد واحد من أفضل المخرجين السينمائيين العراقيين، يعني اللي أعطاني فرصة بأنه كيفية أكون مساعد مخرج أول، كيفية بأنه أسيطر على السيت السينمائي، أتحدث مع الممثلين، طريقة تعامل عدي مع 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 صناعة ممثل، صناعة لقطة، صناعة مشهد، هي هاي البداية الحقيقية اللي اللي خلتني أحب السينما. أه بطريقة مجنونة حقيقة لأنه عدي أه وشيد إلى مدرسة خاصة أه بأسلوب سينمائي حديث أه تعلمنا مع السيت مع الأصدقاء تعرفت على أصدقاء تعرفت على ناس فنيين قدامى في السينما العراقية وشباب جدد فهذا المزيج ما بين الشباب والخبرة أه أعتقد ضاف لي بأنه أصرار كبير بأنه أبدي بتجارب السينمائية اللي ممكن اكون قد اثرت بجزء من عدها في قصصها وفي افكارها بما يخص المجتمع العراقي والبيئه العراقيه. انا حققت اشياء كثيره منه بصناعه شخصيه ملاك كمخرج من خلال يعني مشاهدات القراءه يعني دائما احنا ننصح ودائما نكون مع الشباب بانه لازم تكون تشاهدون التجارب السينمائيه العالميه، التجارب السينمائيه العربيه، الاحتكاك مع المهرجانات العالميه والمهرجانات العربيه السينمائيه، هي كلها هاي ارضيه مفتوحه لان تكون مخرج، لكن المخرج الحقيقي هو المخرج اللي اللي يبحث عن 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 تكوين اسلوب خاص به، فانا حقيقه كونت اسلوب خاص بي هي, هي السينما اللي تميل الى الشعر يعني ليس بانه الشعر يتحول الى السينما وانما السينما كصوره تنقل كانها قصيده فاتجهت بهذا الاسلوب باسلوب واقعي مع ربط شويه من الاشياء الخياليه استطعنا أن نسوي اسلوب فالان الحمد لله والشكر بانه جميع النقاد السينمائيين العراقيين والنقاد العرب واغلبيتهم من الناس اللي تابعوا مسيره ملاك يعني يشوفون بانه هذا الفيلم هو هذا اسلوب ملاك عبد علي فالكل بانه تنتظر بعد اي تجربه اصنعها بانه ما هو جديد ملاك باتجاه السينما الشعريه او السينما اللي تميل الى الشعر فيلم كاسيت كان له يعني شيء مميز كتبوا عليه النقاد الخليج في في دبي فيلم كاسيت قصته عن فنان تشكيلي شاب والد يعني انفقد في حرب الخليج الثانية اللي غزو الكويت فكان يكتب له رسائل عن طريق الكاسيتات المسجلة القديمة فكان هو محتفظ بهن ويسمعهن فهذه رحلة والدمج ما بين الثقافة وما بين الرسالة ليست رسالة ورقية إنما رسالة صوتية كان دائما ينصح وهو في جبهات الحرب بأنه العراق راح يمر بمراحل منكسرة بسبب الوضع السياسي في زمن النظام السابق، فيحاول بأنه ينصح ابنه بأنه تلقى حياتك، تلقى حريتك، ممكن تلقى أسلوبك وطريقة عيشك. فهذا الكاسيت كان مزيج ما بين الشعر الصوري والشعر الصوتي والشعر الأدائي للممثلين. فكان بطلة البطل الفيلم هو هو الشريط الصوتي وليس الحوارات للممثلين فهذا الفيلم كان اسلوب جديد بالنسبه بانه احنا ايضا صورناه ما في اي حركه كاميرا كانت عباره عن لقطات فوق يعني لقطات ثابته والممثل هو اللي يتحرك فهذا الاسلوب ايضا ضاف بالنقد العربي بانه هذا اسلوب جديد لمخرج شاب جديد حصلت به على افضل مخرج في الخليج كانت جائزه جدا مهمه عن طريقها يعني عرفنا احنا كشباب عراقيين في المهرجانات العربيه. هذه فتره ما بين 2014 بعد دخول داعش الى فتره كورونا وبعد تحرير البلاد من الهجمه الارهابيه اتجه اغلب الشباب لصناعه الافلام الحربيه. بس احنا اتجهنا الى اسلوب ما بعد الحرب. بعض الشباب سب بعض الحرب انتجنا يعني اخرجت فيلم سلايد سلايد يتحدث عن عن مصور حربي يملك سلايدات فوتوغراف كان بطوله الفنان الكبير رائد محسن وهذا الفيلم اخذ صداه واسع بانه بغداد شلون عايشه بهاي الفتره بشوارعها بمدنها بتفاصيلها بناسها آه هذا القلق اللي اللي عاشوه العراقيين بهذه الفتره في فتره كورونا حقيقه احنا اتجهنا الى الى انتاج افلام تخص حريه المراه حريه المراه اشتغلت فيلم الرساله الاخيره سنه 2019 واشتغلت كذلك فيلم اخر حلم اللي هو اخر افلامي كان. اثنيناتهم يحكون عن حريه المراه. الرساله الاخيره باسلوب جميل يعني واسلوب يعني غريب نوعا ما يعني الناقد علاء المفرجي الناقد الكبير العراقي السينمائي تحدث عن الفيلم بانه يعني هذا اسلوب حديث بين ربط رساله انتحار الكاتبه البريطانيه فرجينيا وولف وتحويلها الى إلى, 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 الى شخصيه عراقيه لتعمل كاستنج سينمائي يعني تمثل شخصيه فرجينيا وولف لكن هي بالضبط نفس حياه وقصه فرجينيا وولف كيف انتحرت انتحرت بالمي لانه بسبب الحرب العالميه كذلك ممثلتي اللي هي البطله انتحرت بنهر دجله بسبب الحروب اللي اللي والاسلحه اللي اللي انضربت بالعراق بهاي الفتره من الثمانينات الى الى بعد 2003 اثرت بانتشار امراض كثيره تخص النساء، امراض سرطانيه وكذلك امراض العقم، فهي لا يعني لا تخلف عندها عقم، فاضطرت بانه هي حياتها الحقيقيه داخل الفيلم هي متدمره مدمره، فاضطرت ان تنتهى اخر حلم هذا الفيلم اللي كان اخر في افلامي هو الفيلم اللي, اللي حقيقة اتجهنا به الى حريه المرأه داخل بغداد، اكو التقييد يعني تقييد في الحريات داخل ما الان نعيش في حياه طبيعيه يعني حياه ممكن مره تاخذ حريتها اخر حلم هو طبعا انتاج دائره السينما والمسرح وزاره الثقافه وبطوله الفنان القدير اياد الطائي وممثل الشاب بفاطمة ابو هون ومن كتابه حسن شغيدل كسيناريو ومن يعني واشتغلنا الفيلم بطريقه يعني نحاول ان نطلع بغداد بطريقه محترمه جدا. اخر حلم فيلم ترشح لجائزه افضل فيلم خليجي بالمهرجان الافلام السعوديه الدوره التاسعه حصد شارك في البحرين شارك في السويد شارك في مهرجانات حصد جائزه افضل ممثل فنان القدير اياد الطائي في سوريا جائزه افضل سيناريو حسن الجغيد في فلسطين وجائزه افضل ممثله فاطمه ابو هارون في مهرجان ليبيا في طرابلس فن تشكيلي وتراث بغدادي قديم هذا ما سعى إليه افتتاح الشواك جاليري الذي يعتبر فرصه لتحويل البيوت التراثيه الى مرافق ثقافيه وفنيه ممتزجه بالتراث مع الحفاظ عليها لفتره اطول اليوم الجمع بين الفنون الحلوه سواء الرسم سواء الموسيقى سواء المواقع الحلوه مثل بيت الوتار التراثي هذا الموقع الجميل اللي احتضن الكثير والعديد من ال... أحداث الفنيه الجميله آه وكان بصراحه مقر لاحتضان كل ما هو جميل في بغداد اليوم آه تجربه آه سترنا في هذا المعرض الجميل جمع هاي الالوان الحلوه آه رساله كبيره انه اليوم الأسماء الكبيرة لها كل احترام لكن كذلك دعم كبير للشباب واليوم الشباب لهم دور كذلك في الفن التشكيلي وفي الرسم وفي كافة أنواع الفن الفكرة ببساطة أنه أنا كفنانة تشكيلية واختصاصي وشغف وشغفي بالفن أحب أقتني أعمال على مدى سنوات السبعة أو الثمانية الأخيرة فبالأخير صار عندي فد مجموعة وكلكشن جميل من الأعمال الفنية للفنانين الموجودين حاليا بالساحه عندنا اهداف هوايه، اولا احنا اني دا اشتغل على موضوع التثقيف والتوعيه بالفن العراقي. عندنا تجارب فنيه جدا مهمه. فنانين مدى ينالون فرصتهم او الفرصه الحقيقيه بالظهور انه الناس تعرفهم فاحب اقدم هذا الشيء وان شاء الله اقدر اساعد بيه. لقي المعرض إشادة كبيرة من المهتمين بالثقافة والفن لأنه يتيح فرصة للتواصل بين الأجيال ويعزز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث كما يشجع العديد من الفنانين الشباب على استلهام أعمالهم من جمال التراث العراقي والإسهام في نشره وإحيائه باسلوب عصري هذا البيت هو بيت جدي والحمد لله حافظنا العائلة حافظت عليه وجددته بس بدون ما تغير به اي شيء بقينا نفس الشيء نفس الاشياء كلها نفس مواد البناء وحافظنا عليه وسويناه ك مثل ما يقولون دار ضيافه للعائله ونجمع المناسبات الثقافيه والاجتماعيه لاهل بغداد احنا نريد رؤيتنا انه نشوف هذا الشارع كله حكايه شارع تصير بين جسرين بين جسر احرار وجسر الشهداء اللي هي على النهر اللي هي منطقة عريقة وقديمة من الكريمات إلى الشواكة إلى جسر الشهداء افتتاح المؤسسات الفنية القلريهات تدور العارض هي ظاهرة ممتازة يعني ظاهرة بها جانب ثقافي عالي مدنية لها علاقة بالمدنية خصوصا تتلائم ويا ويا وضع العاصمة بغداد يعني في يوم من الأيام كانت العاصمة بغداد هاي تحوي أكثر من 30 دار عرض يعني بسبب ظروف وبسبب التقلبات السياسيه قل هذا العدد وكثير من الفنانين العراقيين سافروا وغادروا البلد يعني. هو والعمليه لازم تتكامل يعني اكو فنان يقدم تجربه فنيه يعرض واكو دار عرض يستقبل هذا الموضوع واكو مشاهد مشاهد كلش عامل رئيسي انه انه هذه العمليه بشكل جيد. من على ضفاف دجله تنطلق محاولات جاده للجمع بين الفن المعاصر وعبق التاريخ وخلق تجربه فريده في قلب التراث البغدادي. علي الحلفي بغداد. كلمات كتبها الشاعر منذ عبد الحر. ضمن ملتقى البلاغة والأسلوبية نظم اتحاد أدباء وكتاب دياله أمسية ثقافية استضاف فيها الشاعر منذر عبد الحر في جلسة قراءات شعرية حضرها عددا من المثقفين والادباء في المحافظه. الحقيقه شعرت وانا اقرا قصائدي وكانني اقراها لاناس يتقبلونها بشكل ممتاز وبشكل يصل اليهم كما اريد. الحقيقه اهم رساله او اهم هدف من قصائدنا هو السلام والجمال والمحبه وايضا ان نعطي للكلمه حقها في ان تكون محلقه في روح الانسانيه التي نحاول ان نحققها او نتلمسها في كل قصائدنا وفي كل تجاربنا لابد ان ان نقر ونعترف ان الشعر له جمهور نخبوي بل الادب جمهور نخبوي يعني مو كل الناس يقرؤون القصة والقصيدة والرواية والمسرحية وإلى آخره بلا شك هناك أناس يهتمون بهذا الشأن فهم هؤلاء الجمهور عادة جمهور الأدباء هم الأدباء يعني يقرؤون لبعضهم أنا أتحدث عن زميلي وصديقي منذر عبد الحر وكما قلت على المنصة إنه واحد من أبرز شعراء الجيل الثمانيني. أخاف على نسمة في السماء تكبل ورد يديه ألقيت في الأمسية عددا من القصائد الشعرية للشاعر نالت إعجاب الحاضرين الذين أشادوا بها خاصة وإنها تنوعت في الأسلوب والموضوع والطرح تناولت معظمها احداث تاريخيه للبلد خلال العقود الماضيه. من ضمن فعاليات اتحاد الادباء والكتاب في دياله استضافات شعريه من خارج المحافظه. هذه الشخصيات الشعريه المهمه التي يسلط الضوء عليها في اتحاد الادباء والكتاب في دياله لها عده خصائص. ومن هذه الخصائص اولا الرسائل التي يرسلها الشاعر رسائل السلام والمحبة والرسالة التي تنبذ الكره والحقد ومن ضمن فعاليات الاتحاد كذلك نستضيف شعراء وقصاصين وكذلك روائيين ونقاد طبعا منذ عشر من نار على عالم واحد من أكابر الشعراء وهو ينتمي إلى جيل الثمانينات بكل تجربته الغنية عن الحرب والحصار والجوع والكد والعطش، ينتمي إلى جيل الفقراء، ينتمي إلى الجيل الذي عبر عن آلام الموجوعين بقوة، تنقل ما بين الشعر العمودي وقصيده النثر في اجواء ثقافيه شعريه جاءت هذه الامسيه لتسليط الضوء على شاعر الاجيال منذر عبد الحر لالقاء قصائده التي تنوعت في اساليبها ومواضيعها وطرحها على نخبه من مثقفي وادباء المحافظه لبرنامج رواق ثقافه دريد المعموري محافظه ديانه في واحد من أنشطة منتدى الثقافة والفنون التابع لمديرية الرياضة والشباب في الناصرية، ودعماً لشريحة الأدباء والكتاب، نظمت مسابقة لأفضل قصة قصيرة، تلقت فيها اللجان التحضيرية عشرات النصوص من محافظات العراق، المشاركون اختلفت توجهاتهم، وتنوعت موضوعات قصصهم بتنوع ثقافاتهم فكانت المسابقة متميزة بالمواضيع والمشاركين المشاركين من البداية أكثر من 80 مشترك تقريبا يعني أكثر من 80 مشترك من محافظة بغداد من النجف من البصرة من الموصل من اشتركوا عندنا جماعة ايضا من الحلة ايضا من السماوه مدينه السماوه هي كانت على عموم العراق المسابقة كانت ضمن شروط يعني فئه عمريه دون الأربعين سنه والمشتركين بها كان يعني مفتوحه اي واحد يحب يشترك يشترك فيها يعني على انه تعرض ضمن لجان اوليه ارتئينا ان نرفع اسم المؤلف كاتب القصه وبعدها ترفع النصوص مجرده من اسماء الكاتب. هذه الجائزه حقيقه هو مشروع ثقافي يسعى الى احتواء الطاقات الشابه والتركيز على هذه المواهب وبالتالي تحريك ما هو راكد بالمشهد الثقافي في المدينه. شروط المسابقه بعد الفئه العمريه هي اكيد الموضوع المتقدم للقصه ان يكون جديد غير مطروق سابقا ايضا اكتناف هذه القصص والنصوص على معايير الكتابه السرديه بكل تفاصيلها وعلى هالاساس تم انتخاب اربع نصوص تأتي هذه المسابقة ضمن مهرجان جائزة ذيقار للثقافة والفنون دعما للمواهب الشابة في عموم العراق والاحتضان إبداعاتهم وخاصة فيما يتعلق بالأدب واكتشاف أسماء عراقية جديدة واعدة على مستوى الكتابة والتأليف كان عنوان القصة القصيرة الخاص بي هو في جزء من الثانية كانت قصتها فلسفية تتناول فكره الزمن وتاثير الظروف النفسيه على الفرد اشيد بهذه المسابقات واؤيدها جدا هي لدعم الشباب انا شاركت في نص تحت عنوان تناقضات هذا النص السردي ينظر الى الواقع الجديد مع ربطه بالواقع القديم واختلاط هذه الثقافه من وجهه نظر ادبيه سياسيه تحاول رصد الواقع ونقده في ذات الوقت الثقافة مشروع حياة ومن خلالها نؤسس لبناء الإنسان والمجتمع لبرنامج رواق الثقافة شيماء جبار الناصرية موضوعنا لهذا اليوم هو ثقافة التشجيع على القراءة وتنمية المعرفة خلينا نشوف بعض آراء المواطنين حول هذا الموضوع خليكم ويانا الثقافة يعني طبعا كلش كلش مهمة والاطلاع كلش مهم مم. أنا بالنسبة لي كنت قبل شوية ويا صاحبي أقول له جرب بالشيء يعني اللي تحبه يعني الكتب مو إلا تقرأ إلا قصص واقعية أو تقرأها لا شيء تحبه تحب فن أوكي ادخل بالفن تحب الشعر أوكي أقرأ الشعراء أه تحب روايات خياليه اوكي ابدي بروايات خياليه تحب التاريخ اكو هواي كتب تاريخيه واكو روايات هم تاريخيه ابدي بها وكلش اي مهم لان هاي هاي يعني تولد عندك فكر فكر يكون عندك ناضج طبعا شنو شنو حيخدمك حيخدمك دراستك الاكاديميه انت عندك معارف بالدراسه الاكاديميه من حتقرا بشي مو اكاديمي حتوظفها وبالنفس الوقت ذن الاطلاعات خارج الأكاديمية من تجي تدرس الدراسة الأكاديمية هم حتفيدك ولكوننا مجتمعات شرقية لنا تقاليدنا وعاداتنا فمن الضروري جدا أن تكون هناك مراقبة على القراءة وأعطاها أهمية كبرى في هذا الجانب والتشجيع على قراءة الكتب ذات المنفعة والجدوى التي تطور وتحفز الإنسان أو الشاب خصوصاً على ان يكون اكثر جديه اكثر حبا اكثر التصاقا بالوطن بالعادات بالتقاليد بالحب بالسلام باحترام الاخر كل هذه الامور ممكن من خلال القراءه مع اهتمام الاول واخيرا بالدراسه الاكاديميه وخصوصا ابتداء من مرحله الروضه وصولا الى اعلى المراحل الدكتوراه وغيرها يجب ان تكون هناك متسلسله ويجب ان تكون هناك كتب تحت العين دائما ولا يبقى الباب مفتوح للشاب او الشابه بقراءه ما هب ودب من الكتب وخصوصا اليوم ليست هناك رقابه على الكتب الداخله الى البلد. المعرفه يعني معناها القراءه والكتابه. القراءه والكتابه يعني تلم بالكتب وما احتفت التكنولوجيا من اقراص وغيرها وانترنت اي شيء يحب في الحياه يقراوا اكو كتب بالمتنبي خير من الله يعني شيء يعجبك شنو يخطر ببالك موجود بالمتنبي موجود مكاتب هوايه وينصحون يعني ساين دافتر على اكثر من مكتبه يقول مثلا هذا كتاب ما يفيدك هذا كتاب يفيدك قلت له لغه عربيه قسم قسم لغه عربيه مرحله ثانيه قال لي هذا كتاب يفيدك هذا كتاب ما يفيدك فينصحون ما شيء عادي يعني حتى يوم دراسه مثلا تقدر ت... منه كتاب منه كتاب منه ينصحونك كلهم ينصحون والدراسه يعني مهمه جدا بالحياه العقول التي لا تقرا تصدا العقول تحتاج الى غذاء منهجي كالمعده تحتاج الى طعام نقرا لنرتقي العقول التي لا تقرا تصدا يعني العقل يزنجر اذا ما يقرا هذا العقل يزنجر شوف يعني شوف الثاني يعني مو اقول لك اني قارئ بس اني اقرا الحمد لله والشكر شوف يعني اني لو مو قارئ ما اقدر احفظ هاي هي قصيده من اصعب القصائد للاصمعي وهي صو... قصيده صوت صفير البلبل هي قلبي ثمني